سلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، مسا عليكم، كل شي مزيان. انا عارفاكم شكون، توحشتوني. حتى انا توحشتكم بزاف والله. غبرت عليكم ماشي لخاطري، كنت عيانه وبزاف د الحوايج، داكشي علاش. ان شاء الله غنبارطاجي معكم هذا الفيديو، غتشوفوا كل شي ان شاء الله. في هذا البيت هذا ان شاء الله تال ان شاء الله نتفك على خير، وهذا وغادي نقادوه وغندير ليه واحد الستيل زوين. المهم غندير ليه طاجيرات، غنقادو مزيان ان شاء الله تنبارطاجي معاكم، لانه هاد الروينه بحال هكا تتعصب. هو راه الصراحه كرم لينا هادشي ديال الخزينه، راه ما شاف واحد غير ديال الخزينه. وباختي راه ركب البوله، عرفتي بالليل تتحسي براسك بحال شي دويره، يعني زوين وسخونه سخونه، عرفتي واخا تيكون البرد برا مع ديال العود داير السخونيه ديال بصح. المهم هنا غنخرج الارين، هذا غندي ليه طروفينات، جيت هنا غير باش ناخذ الطروفينات ديالو، ما بغيتش ندي ليه بيكالا لان تجمع ليا الغيس بزاف، تجمع ليا الغيس بزاف في الطوموبيل، فقلت بلاش وعزيز عليه الطروفينات اكثر. غادي نخرج نتمشى شويه، نحركوا شويه الدوره الدمويه، وهذا نتمشى. واخا الحركه ديال الدار راه ما كافياش، خص ضروري الواحد يشم هواء نقي، وخصوصا حنا في الشمال البنات عرفتي واحد الجو، نعاودش لكم، هواء نقي جدا. ايوا صافي. المهم انه خلى لي هادشي هنا قريب، بعدا نقول لكم ندخل هنا. خلى لي هادشي قريب ليا، هادشي ديال البيبي، وهذا خلى لي قريب، خص غير هادي قادها، باقي هادي لا نهار قادها. الباسكت الثانيه اللي هي هادي الغوز، غناخذ رجلين اخرين حيت داك ولات حالتها، داك الرجلين تيجيني صعيب في يعني فيها تمارة في الطياب. هادي لا، هادي باقا مزيانة، غير هاداك الحد، هاد السلك ديالها ماشي السلك، هاد البلاستيكة هادي لي تتشد هاد القنت هذا تقطعات، فهادي غادي يدير لها. هو قالها ليا، قال لي نقدر نصيبها تانية، قلت لي صافي بلا ما تمحن راسك، راه كاينين تيتباعو ديال هادي ديال الأخرى، هادو ما تيتباعوش في السونتر، هادي خصك تشريها إما أونلاين يا إما تمشي لها المادر كا ولا تمشي لها سميتو، هما لي تيبيعوهم. البنات راه واخا تبان لكم الشميته ما تغرقوش، عرفتي راه البرد القارص تحت المدارس، عرفتي البرد ديال بصح. شويه نقول لكم البنات، بلاتي شي يسولوني على الجاكيطه هادي، تيقول لي ملي خديتيها عجباتنا، شي شعر الضو هنايا، تيقول لي ملي خديتي هاد الجاكيطه عجباتنا. هاد الجاكيطه هادي البنات الا عقلت واحد المره كان بوكسين داي فاش يكون السولد، وهذا خديتها من نيكست، دازت على دابا شي شهرين، بانوا لي باقيين تيتباعو، ما بقاوش صولد ولكن ولاو عاوتاني تيبيعوهم بحالهم، غير زايدين عليهم شي سناسل وداكشي، راه كيتباعو في نيكست البنات الا بغيتو بحالهم. المهم بلاش، وانا جالس تنتسنى الطوموبيل تسخن، لانه ديما المازوت البنات عمركم تتحرقوا الموتور. والبنات اللي تيسولوا على البيرمي، والله الا عرفتي ما لقاش لي غادي يشد لي الكاميرا، هذا هو المشكل. والايام اللي تيكون باختيار ما خدامش، يعني تيكون معايا في الدار، راكم عارفين، يلاه دير هادي دير هادي دير هادي، ماشي بقاش الوقت. ولكن ان شاء الله انا موعدكم غادي نكمل لكم في داكشي ان شاء الله، غير نحس براسي وليت هي هذيك ونكمل لكم ان شاء الله في داك السيستم اللي كنا غاديين عليه. البنات مشيت درت ليسونس، ومن تماك رجعت لقيت راسي باقي عندي الوقت، لانني خرجت بكري، غلطت في الساعه، كنت حاب راسي قرب الوقت. المهم هنا البنات كيفاش كنقرا قران، غيقول لي البنات كيفاش تديري الوقت ليه، بحال دابا انا وصلت دابا ما بقاش نضيع وقتي في شي حاجه اللي خاويه، نبقى نقلب من هنا ومن هنا وندور من هنا، وقيت اخرين ضروري الواحد دينا ودنيا. ولكن دابا انا جالسه في هذه الفتره هذه، جاب ده القران عندي ابليكاسيون، هذه هي اللي كملت بها وختمت بها القران، هذه هي الابليكاسيون كتكتبي القران الكريم. راه كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون، واللي زوين فيها انه البنات فيها حفظ. ها انتم شوفوا باش نوريكم هنا، هانتوما شوف تماما بحال الكتاب القران في الكتاب ديال يعني في القران تمام بحالو. هانتوما شوفوا هنا العلامه، هانتوما الجزء الثاني، دابا راه عاوتاني بديت تنقرا فيه، وخا هاد المره شويه متاخره لانه راكم عارفين العيا، وهادي هنا الفهرس الاجزاء الصفحات، دعاء الختم منين تتسالي، هنا الانتقال الى العلامه، زعما العلامه اللي كنتي قبل انا بكتب الا كنتي باقا ما معلماش حفظ العلامه فاش تنساليش، دير هادي بحال داك الخيط اللي تيكون في القران، يعني شي حاجه اللي زوينه الصراحه وتيشجعك. البنات دابا راه التليفون، دابا البنات الانترنت راه فيها السلبيات وفيها الايجابيات، غير البنات خصو يستخدم في شي حاجه اللي تكون اللي هي ايجابيه، يعني راه فيه ما يدار الانترنت راه فيه ما يدار، كاينين الناس اللي استفدوا منه وكاينين الناس اللي يعني داروا بها الخاويات واللي راكم عارفين الفضيحه والشوهه وداك الشيء. فهادي حاجه زوينه البنات، والله نشجعكم على لابليكاسيون، كتبي القران الكريم تطلع لك لابليكاسيون زوينه فيما مشيتي فيما كنتي، يعني ما تحتاجيش غير هو
هاد النقطه بغيت نقولها لكم، ماشي بالضروره تكوني مغطيه راسك باش تقراي القران، قلبوا في يعني الشيوخ وداكشي اللي كيقولوا هادشي. المهم القلب راه انت تقراي، الروح ديالك تقرا، دي اهم حاجه. الا الصلاه ضروري الحجاب، ولكن هنايا يعني المهم تكوني على طهاره، دي اهم حاجه. الا ما كنتيش تيمي قراي القران ديالك، يعني ماشي بالضروره تكوني مضيه كنتي خارجه بحال هكا، اللهم تقراي ولا ما تقرايش. انا تنشجعكم البنات فقط، وانتم لكم الاختيار. فين نمشي انا ولدي؟ ها هو ارين جا من المدرسه. فين نمشيو؟ شو عند فراخ؟ يامي يامي، مشيو عند فريخات نعطيو ميمي شتا يامي يامي. واخ المهم البنات غادي نوريكم فين غنمشي. من البارح مكتاب، اليوم عاوش مكتاب، سبحان الله داكشي والاقدار. غنمشي اليوم باش نمشي عند فريخات ياك. ارين تيحماق عليهم دابا، تشوفوا شنو كندير. هذه حاجه اللي كنت مواظبه عليها، ولكن دابا مع العيا يعني ما بقيتش نقدر نديرها. انا غادي نمشي ونوريكم داكشي اللي نوريكم شنو تندير. راه تخديت ديجا ميكا شو يامي. اه خديت لي هو داكشي اللي كيبغي. ايوا صافي خديت الميكا، خديت في هذاك اللوازم الاساسيه. البنات انا دابا وصلت لهذا، وصلت للبارك. المشكله ظلام الحال، خايفه يظلم علينا الحال تما، وما كاينش الضو وسط عرفتي بحال الغابه. يلا وصلنا دابا على الله. البنات جيت لهاد البارك المفضل عندي، داير بحال الغابه. سي ارين الحمد لله ونشكرو ملي بغيت عليا في الكروس، من هزيت الميكا وانا ركبت حتى هو حشي. بغيت نتمشى، انني محتاجه نتمشى. واش شنو تدير؟ واخيرا البنات وصلنا البحيره العجيبه. هذه البحيره تنجي لها البنات، كنجي لها مره في السيمانه، كنجيب لهم معايا الخبز توست، تيحماقوا على التوست، كنجيب لهم كل السيمانه. واحد مرة صورت لكم، ولكن صراحة الميموار مشى منا كلشي. غير عشي واحد الجو زوين، أول مرة غنجيب بحال هكا مع هاد الوقيتة، يكون زعما شي تحت الظلام هكا. الدنيا خاوية، لكن أهم حاجة هو أنه بحال هكايا، يعني بحال هاد البلاصة تلقاي خوك الأمان، يعني ما يأمنش على راسو 100%، ولكن يعني تتحسي بالطمأنينة، ماشي زعما مكاينش اللي يقرب ليك ولا. هما البطاط شوفوا دابا هادو كلهم غادي يجيو لينا هنايا. ولات فيه واحد الاجر كبير، هادشي يعني تعتبري شي حاجه بسيطه، ولكن حتى الحيوانات ما نساوهمش البنات، ما عندهم لا حنين لا رحيم. شوفوا ها نتوما مع مولفين الناس هما جايين هنايا، عرفونا غنعطيوهم شي حاجه. هانتوما شوفوا البنات، اري مسكين ما تخافش ما تخافش. شوفوا 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 واخا تسمع وما تخافش يا وليدي ما تخافش. شي سنيتي لاصقه لي واحد وجهي ناري مساكن فيهم الجوع. ما تخافش ما تخافش. البنات شوفوا مع شافوني غنعطيهم، شوفوا مساكن تابعيني. انا بغيت غير نحط الكاميرا فواحد البلاصه نقابلكم معاهم باش تشوفوا المنظر شحال غزال. عرفتي دابا بغا يموت بالخلع، ضحكتي ضحكني مسكين. عرفتي جا واحد الكلب، واحد هذا جا واحد البيتبول، عرفتي خلعهم مساكن هربوا تيجريو تلاحوا في داك البحيره. هضره مجروعه هذا، شوفوا فين قطع 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 ديها براه. كنا عليك بكري، ويلي ويلي دافع عليا. شوف هذا شوف هيلب مي كي ضحكنا ارين. هيلب مي ما تخافش تترجل، بغيت يتعلم يترجل شويه. يلا ترجل البنات. غنرجع دابا في حالي، صافي قضيت الغراض. اوف عرفتي هذا انا ولا نسيت هذاك الشيء الفراخ، وليت عقليه مع ارين مسكين. خفتي منهم؟ سوينغ سوينغ اش من سوينغ باقي. خصني نمشي للبنات حيت الدنيا ظلام الحال صراحه، ما توقعتش الحال غادي يظلم دغيا بحال هكا، غير الكاميرا فيها الاضاءه مزيانه صافي طاح الظلام. خصني نمشي لانه لو ريسك راه حتى عارفه بعد المرات يقدر يطيحي مع شي واحد واكل شي حاجه ماشي هذيك، ما يبقى يخلى على حتى شي واحد.
نمشي فحال هادشي راه كتعطي الدواره كامله البنات من الجهه كلها خصني نضربها شله يعني خصك تمشي نمشي على هاد الطريق هادي لانه الا طلعت على الربيع كلها الكروسه غادا تغيس. نتمنى يكون عجبكم المنظر البنات، لو كان باقي الحال كنت مازال غنصور لكم ولكن الحال فات ومن هنا دينا اجر ومن هنا تمشيت ودخلت شويه من الهواء لانه ما تيحملش تخرجي من الحضانه. انا ولفت لي قاعده تخرجي من الحضانه ديه للدار تيبغي يدور. انا البنات شو ظلام الحال، شي واحد الجو فن صراحه راه تيبان غمق من هكا كما قلت لكم مع الكاميرا. واحد الجو زوين مهم. هنا البنات بغيت نتقاسم معكم ديجا تبارطاجي مع البنات في الانستغرام، تنبغي نتقاسم معكم حتى نتوما في اليوتيوب عائلتي الثانيه لانه كاينين الناس ما عندهمش الانستغرام. هنايا بعض المقتطفات من جوج ديال الحوايج اللي صيبتهم، صيبت الصابون وصيبت هذا سيروم ديال الوجه، فبغيت نتقاسمهم معكم في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للبنات بزاف تيسولوني تيقولوا لي واش غادي يبيعوا لنا المنتوجات، واش غادي يبيعوا لنا يعني الفكره، واش لا البنات تقراي داكشي من جدر، تتعلمي بزاف د الحوايج الانواع البشره، ما تيجيوش يعطوك غير داكشي غير هكاك، لا تتعلمي داكشي من جدر بحال لي بارافارماسي لي برودوي اللي كاينين فيهم، بحال المحلات التجاريه، بحال لي فارماسي، داكشي كله تتصيبيه بايديك البنات. انا صراحه تعلمت بزاف د الحوايج ما نكذبش عليكم ومنهم هذا الشيء. ودخلوا عندي الانستغرام غنقولها لكم حتى في الاخر ديال الفيديو، غادي تشوفوا داكشي اللي وليت تنبارطاجي مع البنات. قلت ضروري خصني نبارطاجي لكم حتى هنايا. وحاجه اخرى البنات، غتقدري ديري الماركه ديالك. انا بالنسبه ليا غير في الدار راكم عارفين السيتوياسيون ديالي، درت هذا الشيء راكم عارفين. الوحده تبقى تجيب صابون بلدي، الصابون شي حاجه اللي تتبغيها طبيعيه يعني ديال البلاد، ما تلقايهاش بحال داكشي ديال الارغان. كيفاش تيتخلط زيت ديال الوجه سيروم في ارغان، في مستخلصات اللي هي طبيعيه، وحاجه تصايبها بايدك تتكوني مرتاحه لها اكثر. يعني بصراحه فرحت بزاف، صيبت الصابون، صيبت هذا السيروم هذا، صيبت هانتوما دابا غنخدم الصابون ان شاء الله، غادي تشوفوا الطريقه صابون اللي تيشهي تاكليه. المهم البنات بغيت غير بارطاجي معكم البنات اللي باغيين يديروا مشاريع ديالهم، يعني بغات تحل المشروع ديالها تبدا تبيع في الانستغرام، تيعلموا كلشي البنات. المهم غير البنات اللي ما شافوش قبل بهاد الدوره هذه اللي وليت تنقرا فيها البنات، هي دوره تكوينيه تتقراي اونلاين. قبل كانوا تيديروا في الواتساب، دابا لا، ولا اونلاين يعني معترف به من طرف المعهد الامريكي. تاخدي شهاده، وكاين شهاده وكاين ديبلوم، تيقراوكم جوج الاستاذات. كاينه استاذات اللي الله يعمرها دار، وحده سميتها اسماء وحده سميتها وداد. وشنو بغيت نقول لكم البنات، يعني غادا تعلموا بزاف د الحوايج. وكاينين جوج العروض، بغيت غير نعطيكم كما تيقولوا فكره عامه يعني ومختصره. العرض الاولاني البنات، العرض الاولاني البنات كما قلت لكم فيه 3 اشهر، ياك هذا ديبلوم كتاخديه فيه 3 شهور كتعلمي تصيبي فيه. كاينين فيه 12 محور بعدا، تتصيبي فيه الكريمات، الصابون، الصابون البلدي، ديكورات الحمام، الفواره، الماسكات، الماسكات ديال جميع انواع البشره، ديال الشعر، لي شامبو، مقشرات، الجيل دوش، ليكرون سولير، الواقي الشمس، السيرومات، المراهم، هادشي كله البنات تتعلميه في ظرف 3 شهور. تتاخدي معها بطاقه ديال متدربه وزائد ديبلوم لاول مره في المغرب البنات، راه ماشي ما كاين حتى شي مدرسه من غير هادو اللي تدير ديبلوم ومعترف به من طرف المعهد الامريكي، وما كاين لا نصب لا والو البنات. انا قلت لكم على ضمانتي كونوا هانين ومرتاحين، انا حاليا تنقرا معاهم وباقا تنقرا معاهم. وباللي زوين انهم مقيداش يعني وقت ما كنتي مساليه تدخلي عندك هذا الموقع ديالك، الموقع اللي عندهم تتسجلي، فاش تسجلي معاهم تتنخرطي معاهم داكشي، تدخلي وتتقراي القرايه ديالك وتتعلمي وتتجاوبوا معك الاساتذه اي حاجه ما فهمتيهاش تيعطيوك الخاطر. والثمن ديال هاد الدوره اللي هي 3 شهور 2250 درهم. بالنسبه للعرض الثاني اللي هي شهاده، كاين فرق ما بين ديبلوم وشهاده. ديبلوم هو اللي اول مره في المغرب، الشهاده بغيت نعطيكم نظره باختصار البنات باش نتوما تدخلوا تشجعوا. العرض الثاني البنات كاينه دوره تكوينيه حتى هي اونلاين لمده ديالها شهر واحد، المحاور ديالها ناقصين على الاولى 8، فيها الكريمات، الصابون، الصابون البلدي، الصابون الصلب، كاين المقشرات، الماسكات ديال البشره، السيرومات، كرات الحمام، الفواره، واقي الشمس. هاد الشهاده هذه البنات كدير ب 1300 درهم.
والبنات ما نسيتكمش، بما انني تنقرا عندهم وقلت غنبارطاجي مع البنات، يعني راه غنبارطاجي معكم داكشي من ا تال زد، قلت لهم بغيت كود برومو البنات، لانه بزاف البنات تبارك الله ما شاء الله تقيدوا مشاو من عندي. شكرا لكم على الثقه ديالكم فيا. كود برومو هو اسيا بيوتي واحد، فاش تدخلوا عندهم غنخلي لكم النمره كما تشوفوا في السكرين، والانستغرام باش تدخلوا تشوفوا الاساتذه اللي غادي يقريوكم يعني. ولكن اللي بغى تواصل تواصل في الواتساب هنايا مع السكرتيره، راه تعطيك جميع اي سؤال بغيتي تسولي بغيتي تقيدي وداكشي دخلي عند السكرتيره. من بعد كود برومو البنات الشهاده دايره ب 2000 درهم، ولكن من بعد كود برومو غتولي دايره 1300 درهم. بالنسبه للديبلوم داير 3700 درهم، ولكن من بعد كود برومو ولا داير ب 2250 درهم. كود برومو هو اسيا بيوتي واحد. البنات اللي باغيين يدخلوا يتقيدوا هذا الشهر هذا ديال ديسمبر راه غتبدا فيه القرايه ان شاء الله، دخلوا الا بغيتوا تدخلوا ان شاء الله وديروا مشروع ديالكم. الوحده دابا الناس راه ولاو تيستافدوا من اونلاين كما قلت لكم قبيله، اونلاين تقدري تعلمي بزاف الحوايج، تقدري تهزي راسك براسك، راه بزاف البنات اللي بغيتو تشوفوا الدبلومات ديالهم داكشي كامل البنات اللي قراو عندهم، وكاينين اللي مشاو من عندي ان شاء الله غنبارطاجيهم في الانستغرام. دخلوا عندي مرحبا بكم، ها نتوما شوفوا الصابون اللي صايبتو، هو اللي وليت تنستعملو حاليا، هو اللي وليت تنستعملو والله الا شي حاجه اللي غزاله، داكشي فن صراحه. اي والله يسهل علينا وعليكم كاملين البنات، وشكرا لكم على الثقه وعلى كل شيء، وبيزو لكم كاملين البنات، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. حاجه انا راه مقريول ونجيب ارين باش نحدي راسي، لانه ما غاديش يخليني ندير هذا الشيء. درت هنايا هذا الماء شويه دافي، السخانه البنات ديال غافلون زوينه، عرفتي تباعوا في بوتس تيتباعوا اونلاين البنات اللي باغينهم، حاجه اللي زوينه. شوفوا لبست العبايه لانني صافي الحوايج ما بقاوش يجيو قدي، وليت تنبان بحال البرمه، قلت اللهم قلت اللهم لبس العبايه. والجلابات البنات حتى هما مابقاوش يدخلوا ليا الا واحد الجلابه لاقيتو عليها البنات اللي جبتها معايا اخر مره من المغرب، داك الزرقاء لبستها اخر مره ولكن جاتني مضيره بزاف الصراحه، دخلت ليا ولكن جاتني مضيره صافي. المهم هنا درت درت الماء شويه سخون، وهذا الماء شويه دافي من روبيني. شكرا لكم البنات بزاف، مساكن كاينين بزاف البنات اللي تصطو ليا ميساج شي بيا، كون كنا حداك كون كنا معاك نقابلوك، كاينين بزاف كاينين امهات يقولوا لي نصيبوا لك الرفيسه كون كنتي حدانا، والله يعطيكم الخير والله الا شكرا بزاف بزاف، الله يرحم لكم الوالدين على ديك الهضره، والله الا تفرحوني واخا ما كتقولوها بحال درتوها، انا عارفاكم من القلب هذاك الشيء تقولوه. شكرا لكم بزاف. هنا البنات هاد الماكينه هذه زوينه، اللي زوين فيها هو انه انا غنقرب لكم دابا غنهضر لكم ونقرب لكم الكاميرا تشوفوا، الله اللي زوينه تتكمد رجلين يعني تبقى تبقبق ما تديرش الماساج، والما سخون ما تديرش الماساج، ولكن فيها حتى واحد البلاصه فيها واحد البلاصه هنايا حكاكه ديال رجلين تقدري تحكي فيها رجلين، وهنايا هادشي جالسه غير بزاف، وهنايا البنات كاين واحد البلاصه باش ديري بانتي الماساج بحال هكا تبقى غادا برجلك جايه. هنا غندير البنات الملحه هادي البنات ديال غير بلون، ديجا كنت وريتها لكم الفيديو شحال هادي قبل ما نمشي للمغرب، كتباع تقريبا بواحد 250 درهم، كلشي 300 درهم بحال هكا مابقاش عاقله 250 ولا 300 درهم، ولكن زوينه البنات الناس اللي عندهم رجليهم تيكونوا تيحسوا بالعيال الخدمه وداكشي والله الا فن، عرفتي بعد المرات تبقى اختياري تيجي من الخدمه تيستعملها تيحس بالراحه، عرفتي دابا واحد الاحساس يا سلام. اول حاجه اللي كنديرهم يعني اللي تنديرو في رجليا حاليا هذا باش كيحيد داك التمشاك كيشد لك داك يعني تيخلي لك رجلك رجل صحيه، ما تيبقاش عندك الملحه الغوز والملحه الكحله، هذه الاخرى ديال الهيمالايا تتكون في الغوز، وهذه ما عقلتش على سميتها. المهم هذه ريحتها شويه خانزه، فيها واحد الريحه شويه زافره، ولكن عرفتي فن البنات زوينه
وعندها بزاف استعمالات تنبارطاجيو معكم ان شاء الله. البنات اللي عايشين اللي كاينين في المغرب في بلدان عربيه كتباع عند العطار، غيقولي ليه الملح الكحله راه غيعطيها لك. البنات اللي كاينين هنايا حتى تتباع في البلايص، تلقاي التوابل راه تيتباع معاهم بحال هكا حتى في لي ماركت يعني الانجليزيه راه تيتباع فيهم، ماشي بالضروره تكون عربيه. موجوده هذه البنات موجوده صحيه بزاف بزاف، ريحتها شويه فشويه بحال ريحه الخنز. تنخلي شوفوا رجليا كيفاش ولاو منفوخين، شوف تنفخوا ليا رجليا، انا رجليا ما دايرينش بحال هكا حتى للدرجه منفوخينش بحال هكا. المهم تنفخوا ليا هنا هاد البلاصه هادي تديري بها بحال هكا، كديري بها المساج طلعتي الله زوينه. وهنايا حكاكه ديال الرجلين تتحكي بها القدم، تتحكي بها الجنب هذا صافي. هنا غندير شويه الملحه بحال هكا، الله 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 صافي. غنخدخدها بحال هكايا خليها تذوب، غتبقى بحال هكا غادا تذوب، عرفتي ريحتها خانزه مجهده. وهنا غنزيد مع داك الورد باش يحيد ديك الزفوريه ديال الخنوزيه تبقى طالعه ليا على وجهي بحال هكا. نتهلاو في راسنا شويه، الله داك الريحه مشات دابا صافي. حتى الورد حتى هو راه مزيان للرجلين البنات. قلت لكم البنات صعيبه الصراحه الغربه ما نكذبش عليكم، الغربه صعيبه يعني تكوني راسك بحال هكايا ما نكذبش عليكم، ما تنبغيش نتقل بحال هكا على باختيار. واخا هو الصراحه راه انا ملي تيكون عيان وداكشي راه تندير يعني تندير معاه اللازم، بحال اخر مره عرفتي صافي وصلت عند حدي واحد الالم بديت تنبكي، قال لي علاش تتبكي؟ بغيت نمشي غير للطواليت حاشاكم، ما خديتش النوض وبديت تنبكي لانني ما بغيتش زعما ما بغيتش نوضو نقول ليه نوض، تتحسي براسك صافي تقلتي بحال تقولوا عيقتي واخا هو راه ماشي بخاطرك. قال لي علاش تتبكي ديك الساعه؟ نوضيني نوضي نوضيني، وقال لي نوضني تسمعني تنخصص. ضحكوش عليا البنات، هو في الاخر صافي نوضني وداك الشيء. قلت ليه لا ما بغيتش نتقل عليك حيت بنادم خدام وشحال من حاجه، وبصراحه هو ما مقصرش يعني البنات تيقول لي شكون اللي تيقابلك وداك الشيء، والصراحه تيقابلني يعني تيدير الواجب الحاجه اللي لازمه. صعيبه الغربه علاش؟ ملي تكوني حدا بحال هكا والديك ولا حدا خواتاتك، هي الغربه زوينه فيها الايجابيات وفيها السلبيات، هذوما السلبيات اللي كاينين بحال تكوني حامله وداك الشيء تجي شويه قضيه قاصحه يعني خصك تكوني صباره يعني تيقدر يطيح عليك قدام. داك الشيء علاش شوني غبرت البنات، كانت النفسيه شويه عيانه كنت مريضه بزاف، ما تنبغيش نطلع لكم فيديو نبقى نمرض فيكم، كل واحد الله يحسن عوانه. فداك الشيء علاش خليت راسي شويه الراحه، يلا رجعت اليوم حسيت براسي رجعت بنادم. داك الشيء علاش درت لكم فيديو. ايوا هذا مكان البنات زوين عرفتي، تنحس دابا بواحد الراحه يعني تتحسي برجليك تي مرتاحين. ايوا هذا مكان، دعيو معايا البنات راه ما بقى قد ما فات، دعيو معايا الله يسهل عليكم كاملين ويفرحكم يا ربي يا ربي، يعطيكم ما كتمنوا ان شاء الله. غندير لكم واحد الدعاء على حقه وطريقه حتى توصل عليا الوقيته ان شاء الله، انا ما نسيكمش هذا ضروره قلتها لكم. وهذا مكان البنات، شكرا لكم على البنات اللي تيسولوا عليا، غير بغيت نقول لكم دخلوا عندي الانستغرام الا شفتوني غبر، غبرت غبره زعما غبره غبره يعني واحد المده 4 ايام 5 ايام عرفوا قضيه فائنه يعني لا ستوري لا والو، عرفوا قضيه فائنه فدخلوا عندي الانستغرام. مرحبا بكم مرحبا بكم، ما بغيتكمش تشوشوا عليا، دخلوا عندي الانستغرام راه تنحط فيه دي ستوري وداكشي، تنعكس مولفه ندير لي ستوري غير في الانستغرام. اللي بغات تعرف عليا تشوف بحال هكا التصاورات تنبوستي تصاور لي ستوري شي حاجات اللي زوينين تنبارطاجيو مع البنات مره مره، دخلوا عندي الانستغرام ها هو في صندوق الوصف، غير كليكي على الرابط غيطلعك نيشان في الانستغرام. والناس اللي ما عندهمش انستغرام والله الا زوين فيه بزاف الحوايج اللي غيعجبوكم، اخبار بحال هكايا بزاف الحوايج اللي غادي يعجبوكم. بوسه لكم كاملين البنات، شكرا لكم بزاف بزاف، السلام عليكم.